السلام عليكم خوتي، كي دايرين بخير؟ لاباس عليكم؟ احنا خوتي جينا المرجل الوالده، قول لهم السلام عليكم. السلام عليكم المتابعين ديالي، كي دايرين؟ لاباس؟ كتعمل الصحه؟ لاباس عليكم؟ نهار جديد وفيديو جديد، وتبعونا الله يتبعكم الخير والربح كتيتي امين. المهم اخوتي الثلاث قال لك دايرين فيهم بروموسيون، ما كاين مو بو بروموسيون، هذه راه 80، هذه 80 و 99. سميتها السيره. السيره زوين. شوفي هذه صغيره، شو شحال الثمن ديالها؟ احنا جينا نشوف اخوتي. خلي عليا والله لا شتا. المهم اخوتي عجبتني هذه اكثر. صايحة طاح. شوف هذه. اجي جويدة. اجي. شو شدي قلتي شدي قلتي شو. هذيك اللي عندك في البلاد بيضاء. السلام، واش عندك بحالة؟ واش من نيتك؟ واش عندك؟ واش عندك بحالة؟ ما تقولهاش شغل بيضة كبيرة. شوفي هذه 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 عجبتني هذه. شوف من هنا الفريكو ومن هنا الثلاجة. شوفي الثمن ما بقاش عجبات كل ما. لا بلا هذه بلا ما تشوفي لهم الثمن، هذو حنا تنضربوا لهم دور. شوف هذه هذه زوينة. ها هذه فريكو هذه فريكو هذه فريكوات هذه كلها فريكو زوينة. هذه عملية الناس اللي باغا تدي فكرة. شوف هادي راه مليون ونص. هادي واو واو تبارك الله على الماكينة. واو خصني انا ياك. واو هادي كبيرة. واو واو تبارك الله الصلاح على النبي. شو الأثمنة؟ شو سيري سيري نشوفو نوريو الناس الناس الأثمنة اللي باغا تشري الماكن. سيري اللي باغا تشري الماكن دي تجربة ودي فكرة، اللي خاسرة على الماكينة الله يجيب لها الرزق وتيسير. كتشوفو حنا جينا المرجان، شوفو شنو تقديت تقديت تقديت. خديت الوالدة حتى هي الزيت، وخديت لي انا جوج الزيت، هذو فيهم بروموسيون كيحسبوهم لكم تقريبا ب 75 درهم، ولكن انت كتكون فيهم هذو. كنقول اختي نعيمه شكرا لك، الله يخلف عليكم، الله يخلي لك وليداتك، والله يجعل هذا الشيء اللي درتيه معايا في الميزان المقبول ديالك، الله يكبر بك، والله يجعل ربي يخلي ايام كلها فرح فرح، ويشافيك ويعافيك ويخليك لوليداتك. المهم هذا الشيء اللي تقدينا تقديت للوالده هذا. غنقول لكم شنو تقديت للوالده مسكينه، تقديت لها الزيت والخل وهذا واحد باكيه الثومه والملحه، هادشي اللي تقديت لها اخوتي. عاد ان شاء الله غادي نتقدى التقديه ديال الهري. ما بغيتش ناخذ كل شيء من هنا. ما كاين لا بروموسيون لا والو. انا بركه عليا داكشي اللي خصك. ما كاينش بروموسيون. انا راه تقديت. بروموسيون كاين في الزيت صافي، وفي هذا خديت ساني كروا. ما كاينش بروموسيون البنات، كذب عليكم الكذاب يقول لكم بروموسيون بروموسيون. شوفوا شنو تقديت. المهم تمشي للدار. هادشي ديال فاطمه الزهراء تتصور لكم البنات. يلا صافي. تمشي للدار هانتوما معايا. تتصور. السلام عليكم. جبنا هذه عمرنا فيها، ها هي كيف كتشوفوا عمرنا فيها كل شيء. ناري ناري شحال تقريبا باقي كنعمرو في هذا. الوالده كتستف بدي كل شيء تمام. جبنا هذه عمليه مرجنت. الله يخلف على اختي ناعمه، الله يسهل عليها. سير الوالده جاب الله بعدا جبنا هذه مجرى الكروسه بيد بيد. وانا هذا عاد نمشي نتقدم عند الهري. سيري عاد نتقدم عند الهري البنات نخرج. ها صراحة تقضية ديال رمضان الله يكثر خيرها والله يسهل عليها. شنو قلت امي؟ فرحاتك الله يفرحها. امين يا ربي. زيد زيد امي دوري امي دوري. كنهزو فيها السلعة. شتي؟ قلت لها مسكينه. اجي بدي واش ديري اجي جابك الله. اخوتي حنا جينا من المرجان. جينا. انت وري من الوالدة. احنا. انتوما. كون ما دينا ديك الكروسة. كون ما ديناش الكروسة. حريرتنا حرير. كون ما داش ريا والله يا امها تتوفي. ربع. ها يا عيمة سيرتي عيمة. هكا بديوا. المهم اخوتي حنا غادي نجيب الشمس نمشي للمحل. اسرع اسرع اسرع. شويه. المهم ندخل للدار غنوريكم السلعه، ومنين غادي نمشي نتخطى في الهري غنوريكم فيديو اخر. اللي بغى بارتي 2 يقولها لي. دابا دابا بارتي 1.
مرجان بارتي 1 هذا بارتي 1 طب بارتي 1 بارتي 2 بارتي 1 بارتي 2 بارتي 3 بارتي 4 يلا خوتي هانتوما معانا غندخل الدار نوريكم التقضيه صافي شدي لينا السلعه. السلام عليكم اخوتي كي دايرين بخير لاباس عليكم. بعد ما جينا للدار جيت نوريكم التقضيه اللي شريت من مرجان وان شاء الله منين غادي نسالي غنوريكم التقضيه ديال الهري. المهم غنبدا لكم شنو خديت من مرجان. المهم خديت ليا زيت لوسيون خمسيطة وشكرا لك اختي نعيمه الله يكبر بك اختي نعيمه ديديكاس لك من هنايا حتى لهولندا الله يكبر بك والله يسهل عليك. المهم هاد هولندا ولا ما عرفت كندا. المهم اخوتي خمسة إطر ديال الزيت الرومية هادي ليا خديتها الوالدة خمسة إطر ديال الزيت الرومية تا هي خديتها ليها. المهم هادو تقضية ديال رمضان وباقي إن شاء الله غادي نجيب تقضية مع عند الهري وهادشي كامل بالفضل الله وبالفضل اختي ناعمة داعمة ديالي ديال تيك توك غون بيزو الكبيرة. خديت هذا فيه بروموسيون. المهم هذا أخوتي بخمسة وسبعين درهم 1500 ريال هادو 1500 الوحدة وكيعطوك معاه هادي كل وحده كيعطيك معاها هادي هادو 1500 ريال هادي ب 25 درهم اللي هي 500 ريال. خديت ليا وحده وخديت للوالده حتى هي وحده خديت ليها عندي خديت ليها وحده ب 25 درهم. خديت الحليب داير ب 1200 ريال 60 درهم جبال خديت المايس وخديت الشامبينيون ان شاء الله هكا الا كان بيتزا ولا شي شهيوات في رمضان ان شاء الله باذن الله انتي شامبينيون والمايس. خديت ليا الخليه والخل الوالده شدت لي كامله نوط طويله امي كلشي. خديت الوليه الملحه ليا والملحه للوالده هانتي جوج الملحه غير الملحه مع الملحه. خديت ليا عاوتاني الملحه ليا والملحه للوالده هادو زوينين ب 10 دراهم قطه دابا 10 دراهم 10 دراهم منين غادي تخوى هادي كديري فهم كناخذ الملحه كتكون هادي زوينه. خديت الوالده الثومه بغات تحمق لي على هادي ب 40 درهم هاك هادي ب 40 درهم ما عرفتش شنو كيعجبها فيها تعجبني. خديت الرز باكيه كيلو وهادي ب 12 درهم وهادي ب 25 درهم هادو ما عرفتش شحال البخي ديالهم لقيتهم ها محطوطين هزيتهم في واحد القنت ميو ديال الحامض وديال سميتو الخزامه ديال الخزامه هذاك وديال البخور سميتو هذا كامل الفلو ندير هكا صافي تشيل الفلو خدينا ديري في هذاك الطاس هادو لا تنوريهم هادو فلو هكا جويده هاكي هادو فلو خديت ثلاثه ديال الشعريه الصينيه ثاني دا ما جبناهاش قلنا تنفيهم الهري خديت كسكسو كيلو كيلو خديت كسكسو خديت هذا جبلي للوالده انا ما تناكلوش جبلي للوالده خديتو ليها خديت الزبده اللده هادو خميره ديال الحلوه بلاتي هادو خميره ديال الحلوه غنقول لكم شنو ربحت مع هادو خميره هادي الشكلاط ديال الحلوه خديت حك مطيشه عيشه خديت طون جولي ثلاثه هادو كاملين كنور ليا هادو كنور كنور ليا هادو كامله 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 هاك وهادو كنور خويتي وهادو كنور ديال الوالده وهو الرز عاوتاني خديتو هذا الرز هادي 25 درهم فيها هادي خمارات الحلوه وفيها الزهر هكاكا جودي هذا الرايب كديري مع الحليب الرايب وخديت ميو هذا ب 89 درهم كيعطوك واحد غراتويت فابور لقيت فيه بروموسيون ومنين خديت اخوتي ايديال اللي هو هذا ايديال عطاوني هاد الطاسة كادو غندير فيها سنيدة عطاوني وكنور عطاوني طاجين ها هو جويدة عطاوني طاجين وعطاوني قراطة يعني بلا ما نشري طاجين فاتح قراطة قراطة
وعطاوني قراده، عطاوني هادو كنت غنشري قراده ما نشري. اغلاق اغلاق. عطاوني طاجين وعطاوني قراده، يعني ما غنشريش طاجين ما غنشريش قراده، ضربت ثلاثه في واحد. صافي ساليتي. صافي وهذا الرايب هذا شريته هاك. الرايب صافي خوتي هذو هما المشتريات اللي شريت، ما تحركيش اللي شريت من مرجان. هنا نقول لكم تسالى الفيديو، شكرا لك اختي ناعمه، الله يقوي عليك الخير والله يقوي عليك الرزق والله يجعل لك هادشي اللي درتي معايا في ميزان المقبول ان شاء الله. وشكرا الناس اللي كتفرح ليا. شكرا لك بنتي، شكرا لك الله يكبر بيك. شكرا الناس اللي كتفرح ليا، فرحتي على فرحك. تقدر الكاميرا الناس اللي كتقول لك زوينه واللي فرحات لي، الله يجيب لكم تنتوما ربي اللي صيفط لكم، صيفط لكم اللي ما تعرفوا ربي كيصيفط لكم ناس كيحلي ببال الخير، كيحلي لكم ببال الخير. هذا راه اللي بغيت نفرحك في هذه العواشر هذه. شكرا لك الله يكبر بك والله يجعل لك هادشي في ميزان المقبول. فرحاتني والناس اللي غادي تبقى تهضر، هذا راه رزق جاني من فضل الله سبحانه وتعالى، وصيفط ليا هاد السيده غون بيزو ليها، الله يكبر بها الله يجعل هادشي في ميزان المقبول. آمين. شكرا لك اختي ناعمه، ترفع عليك القبعه والله يسهل على المتابعين ديالي كاملين. السلام عليكم، تلقاو فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم، مرضتني هاد البرعوشه. السلام عليكم.